الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة صباح تيفي المغاربي، سعدنا كثيرا باستضافة شخصيات رياضية في الاستديو التحليلي. استضفنا اليوم السيد صفيح فيصل، الأستاذ والمستشار ومدرب كرة القدم. أهلا وسهلا بك الأستاذ فيصل صفيح. أهلا وسهلا الأخ فاروق، ونشكرك على هذه الدعوة، ونرحب بالجمهور الرياضي الكريم من مشاهدي قناة الصباح المغاربي، ونتمنى أنه نقضي يعني ساعة ونكون يعني خفيفي الظل على الإخوة المشاهدين. مرحبا بك. كذلك محللنا الدائم مستشار في الرياضة ومدرب كرة القدم السيد عبد الجليل لوعيل، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء الخير للجمهور الرياضي، تحية رياضية، مشكور أيضا على الاستضافة، ومرحبا أيضا بالشيخ فيصل صفيح معنا. نتمنى إن شاء الله أن نقضي وقت مفيد للمستمعين ومشاهدي قناة الصباح المغاربي. اليوم برنامج اليوم يتضمن عدة مواضيع تخص المشاركات الجزائرية ومختلف الفرق في المنافسات القارية، سواء كأس الأبطال أو كأس الاتحاد الإفريقي أو كأس العرب في نسختها الجديدة. وكذلك سنتطرق لموضوع تعيين النخب الوطني الجديد سيد جمال بلماضي، وكذا سنتطرق لتحضيرات الفرق الجزائرية لمختلف المنافسات وإلى البطولة الوطنية المحترفة التي ستنطلق يوم 10/11/2018. بداية نبدأ بالمشاركات الإفريقية للأندية الجزائرية في مختلف المنافسات. نبدأ بك الأستاذ والمستشار السيد فيصل صفيح. الفرق الجزائرية هذا الموسم مشاركة يعني مشرفة لحد الآن. نبدأ برابطة الأبطال، وين عندنا مشاركة وفاق سطيف ومولودية العاصمة اللذان يتوفران على حظوظ وفيرة للمرور يعني الدوري المجموعات والدور الربع النهائي. يعني التأشيرة الأولى حسمة في أمرها من طرف المخضرم والفريق القوي تيبي مازامبي. ما هي حظوظ فريقي وفاق سطيف ومولودية الجزائر في هذه المنافسة؟ أولا فيما يخص منافسة رابطة أبطال إفريقيا، والتي تعتبر هي أكبر منافسة على مستوى الأندية بالنسبة لقارة إفريقيا، أظن أن رجوع الأندية الجزائرية مؤخرا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد فوز فريق وفاق سطيف بطبعة 2014 ووصول فريق مولودية بجاية إلى النهائي ووصول فريق اتحادي العاصمة أيضا إلى النهائي، أظن المشاركات الجزائرية أصبحت يعني جد إيجابية في هذه الكأس الإفريقية. أما فيما يخص طبعة 2000 وهذه الطبعة تاع الموسم الحالي، الطبعة الجديدة، فالفرق الجزائرية يعني بعد فريق ما عدا وفاق سطيف الذي بدأ يعني المنافسة بتعثرين، انهزام أمام تيبي مازامبي ب4-1، ثم انهزام في عقر الديار أمام الفريق الجار مولودية العاصمة ب0-0، وبعدين يعني بعد فترة التحضيرات التي أجراها والتغيرات التي مست اللاعبين والطاقم الفني، أظن أنه الفريق استرجع قواه وفاز مؤخرا أمام الدفاع الحسني الجديدي، ثم نتيجة التعادل خارج ميدانه اللي تعتبر جد إيجابية، رجعت حظوظ وافرة وكاملة من أجل التأهل. أظن أنه كما قلت الأخ فاروق، البطاقة الأولى حسم أمرها أمام الفريق القوي جدا والفريق المتمرس تيبي مازامبي، وبقيت بطاقة ثانية ستلعب يعني أظن في مباراة فاصلة بين فريق وفاق سطيف ومولودية العاصمة في آخر جولة من هذه الدورة. ما هي حظوظ يعني الفريقين الجزائريين، أيهما أوفر حظ لكسب هذه التأشيرة اللي عندها يعني أهمية كبيرة؟ والله يعني التكهن سابق لأوانه، يعني لأنه أولا هناك مباراتين يعني ستلعبان من قبل، فريق وفاق سطيف سيستقبل فريق تيبي مازامبي ولن تكون بالمقابلة سهلة،
لأنه فريق تيبي مازامبي يعني يلعب مقابلة تحصيل حاصل، معليش ضغط النتيجة، راح يلعب بكل قوة، وشفناه مؤخرا أحرج كثيرا فريق مولودية العاصمة وحقق نتيجة التعادل. وفريق مولودية العاصمة حاليا في تربص مغلق بوهران، بوهران، وراح يجري مباراة ودية مع فريق مولودية وهران من أجل التحضير لهذا الموعد، إضافة إلى فريق مولودية العاصمة راح يتنقل إلى الدفاع الحسني الجديدي، وراح تكون مباراة أيضا لأنه الدفاع الحسني الجديدي ما زالت له بعض الحظوظ، راح تكون أيضا مباراة حاسمة. يعني كل شيء يترتب على نتيجتي هاتين المباراتين أولا، ثم كاين الفريق اللي كيف راح يكون في هذيك الفترة، يعني في فترة المباراة كيفية التحضير، لأنه كاين مباراة تاع البطولة، كاين مباراة تاع الكأس العربية، كل فريق راح كما نقولوا احنا يكون الفريق اللي يكون من الناحية المعنوية ومن ناحية يعني التحضير يكون أفضل هو الفريق اللي يفوز. ولكن أظن أن المباراة راح تلعب على الجزئيات وستكون مباراة صعبة، وصعبة جدا بالنسبة للفريقين. على ذكر وفاق سطيف، وفاق سطيف استنفذ التأشيرات الإفريقية بتسريعه عدد كبير من اللاعبين الذين يتوفرون على يعني لا ليسونس كاف، سرحهم في وقت يعني حساس، ألا يكون هناك يعني تأثير سلبي على بقية مشوار وفاق سطيف اللي معول عليه للذهاب بعيدا في هذه المنافسة؟ شوف هو يعني كل فريق عنده نقاط قوة ونقاط ضعف. من بين النقاط السلبية التي أنت ذكرتها حاليا هو يعني استنفاذ يعني وتسريح عدد لا يستهان به من اللاعبين الحاصلين على الإجازة الإفريقية، ثم انتداب لاعبين شاركوا في الكأس الإفريقية على غرار الدراوي مع شباب الوزداد، لاكروب مع شباب الوزداد، القراوي مع مولودية العاصمة. إذن الفريق في حوزته تقريبا 15 إجازة إفريقية زائد 3 حراس، وبالتالي هذا ما يجعل يعني من بين النقاط السلبية على ما أظن ما يجعل يعني اختيارات المدرب محدودة ومحدودة جدا، خاصة إذا ما تأهل الفريق إلى الأدوار المتقدمة، وإن راح تكون المنافسة شرسة بين الفرق، وراح يكون المستوى يعني فرق يعني قوية جدا. أظن هذا هو العائق الوحيد يعني اللي يخص تشكيلة وفاق سطيف. فيما ذلك لازم على المدرب أن يسير يعني بعقلانية هذا التعداد من أجل الحصول يعني على الأقل على كما نقول إحنا على الذهاب بعيدا في هذه المنافسة التي تبقى مطلب جماهيري، لأنه الفريق وفاق سطيف وجمهور وفاق سطيف متعود على الألقاب، متعود على الألقاب ويريد الكأس الإفريقية. خاصة أخ فاروق لما تعرف باللي فريق وفاق سطيف الموسم الماضي احتل المرتبة 7 أو 8، والمشاركة في كأس الإفريقية الطبعة القادمة يمر عبر الفوز برابطة أبطال إفريقيا لهذا الموسم. نعم. هذا رهان يعني صعب جدا. نعم. صعب يعني، ولكن وفاق سطيف عودنا يعني برفع التحدي في مثل هذه المنافسات، هو قادر على أن يفوز بهذه الكأس التي كان قد فاز بها في سنة 2014. نعم. وهو يعني في رواق جيد إذا عرف كيف يستغل خبرته في الميادين الإفريقية. سي عبد الجليل، نعود إليك عبر البوابة الإفريقية والمشاركات الفرق الجزائرية مولودية الجزائر ووفاق سطيف وكذلك اتحاد العاصمة في كأس الاتحاد الإفريقي. أولا نزيد نعقب فقط على كلام الشيخ صفيح، ظن أنه يعني نتفق على أن المباراة الفاصلة هي ستلعب مباشرة بين المولودية وفاق سطيف، لأنه الفائز بهذه المباراة راح تكون عنده حظوظ كبيرة. هذا أول شيء. الشيء الثاني، فيه بعض الأفضلية، ممكن أفضلية أنه فريق وفاق سطيف راح يواجه فريق تيبي مازامبي اللي نقوله تأهل إلى الدور المقبل، وفي أفضلية أخرى هو إمكانية فوز مولودية الجزائر أمام الدفاع الحسني الجديدي. هنا تخلينا ننتظر مباراة ثالثة راح تكون فاصلة. أما في حالة فريق وفاق سطيف استرجع حظوظه لما استطاع افتكاك تعادل اللي كان ثمين جدا بالمغرب، واللي كان ربما مستحق، وكان قادر كان يعني بإمكان الفوز. كنا تكلمنا في الاستوديو الماضي أنه فريق الوفاق عنده تقريبا كل الإمكانيات من أجل الفوز في المباراة أمام الفريق المغربي. ظن أنه وفاق سطيف يعني تكلمنا على الانتدابات، ولكن حسن حظه أنه استطاع تأهيل جابو، من حسن حظه أيضا أنه أهل اللاعب بوغلمونا اللي برزوا مع فريق الوفاق، حتى غشة أيضا اللي كان برز مع خاصة في المباراة
المباراة الأولى والمباراة الثانية. نظن أنه تعداد الوفاق الآن نتكلم عليه أنه من حسن حظه هو أنه تقريبا تقارب كبير في المستوى بالنسبة لفريق وفاق ستيف، تقريبا كل اللاعبين، في أيضا لاعبين اللي عندهم خبرة على غرار جابوا عندهم خبرة إفريقية، أيضا نظن أنه حتى المدرب يعني اللي عنده نقوله نوعا ما خبرة، حتى خبرة إفريقية اللي ممكن يفيد بها فريق وفاق ستيف. نظن أن المباراة الحاسمة ستلعب بين فريق المولودية وفريق أيضا وفاق ستيف، المباراة هذه راح تلعب بعد مباريات من البطولة الوطنية، الريتم راح يكون موجود، نسق المنافسة راح يكون موجود، نتمنى أنه ما يكونش فيه إصابات، لأنه تقريبا بداية كل موسم بعد مرور الجولات راح يظهروا بعض الإصابات هذه نتيجة ربما هنا كل مدرب اللي يعرف كيف يتعامل مع المباريات، كيف يتعامل طريقته في التدريب، طريقته أيضا كيف محضر، هنا طريقة التحضير هي اللي عندها دور، هي اللي تخلي هذه الأندية تخليها تبرز في المنافسة. الفريق اللي ما يكونش عنده إصابات، أنا نظن الفريق اللي يكون متكامل ما ينقصوش إصابات أو ما عندوش عقوبة بالنسبة للاعبين هو الفريق اللي عنده حظوظ أنه يمشي إلى الدور المقبل، سواء بالنسبة لفريق الوفاق أو فريق مولودية الجزائر. حظوظ الفرق الأخرى سي فيصل في اجتياز هذا الدور وتأهل إلى الدور النهائي، هناك يعني فرق إفريقية مشهورة كان عندها يعني مشوار جيد، حظوظ باقي الفرق الإفريقية في تأهل لدور ربع النهائي؟ والله يعني هناك عديد يعني من الفرق المتمرسة والفرق التي يعني عندها يعني تاريخ كبير في هذه المنافسة، أظن أنه التأهل سيقتصر على فرق شمال إفريقيا، الترجي والأهلي رام في المرتبة الأولى وضمنوا تقريبا التأهل تاعهم، النجم الساحلي أيضا ضمن التأهل تاعه، إذن الفرق شمال إفريقيا القوية عادت يعني بقوة في هذه المنافسة. نزيد نذكر يعني في ما يخص مباراة مولودية العاصمة وفاق ستيف، المباراة ستجرى على الثانية زوالا لأن تجرى في نفس التوقيت مع المباراة مازمبي والدفاع الحسني الجديدي، وبالتالي درجة حرارة عالية، درجة الحرارة عالية، والفريق الذي يلعب على التعادل ستكون له أفضلية يعني في بداية المباراة نظرا لتوقيت المباراة أولا، وثانيا المباراتين هذو اللي راح يتلعبوا يعني أمام فريق وفاق ستيف أمام تي بي مازمبي وفريق مولودية الجزائر أمام الدفاع الحسن الجديدي راح تكون نتائجهم عندهم أهمية، لأنه كبيرة. في حال فوز وفاق ستيف أمام تي بي مازمبي وتعادل أو خسارة مولودية العاصمة أمام الدفاع الحسن الجديدي يبقى وفاق ستيف يلعب على التعادل، أظن الفريق اللي يلعب على التعادل عنده أفضلية يعني نسبية بالنسبة خاصة لأنه مباراة محلية ديربي محلي، عامل الجمهور راح يكون ربما جمهور يعني كبير من الفريقين، عامل الملعب راح يكون تقريبا كملعب محايد، إذن الفريق الذي يلعب على نتيجة التعادل سيكون له أفضلية نسبية بالنسبة لهذه المباراة، ولكن أنا أظن أنه ستكون منافسة شرسة في الأدوار المتقدمة في هذه المنافسة مع دخول فرق لها خبرة كبيرة، والمنافسين القادمين سواء وفاق ستيف ولا مولودية العاصمة ليسوا بالمنافسين السهلين، ولذا وجب على المتأهل جمع جميع الإمكانيات المادية والبشرية لمواجهة هذه الفرق إن أراد التتويج بهذه الكأس. نعم. التي غابت عن الأندية الجزائرية. شوف الأخ فاروق، فيما يخص بين قوسين يعني فريق مولودية العاصمة بدأ التحضير يعني جيدا، لعب على عامل الاستقرار، انتدابات نوعية في صورة اللاعب حاشي اللي سبق له وأن فاز برابطة الأبطال الإفريقية مع وفاق ستيف ثم مع ماميلودي سانداونز. نعم. الجنوب إفريقي اللي انتدبوا، اللاعب ورديم أيضا لاعب يعني أثبت قدرته في البطولة الوطنية الموسم الماضي أمام مع فريق الصورة، أظن بدأ تحضيرات مبكرا، تربص بفرنسا مباراة ودية نتيجة تعادل مع فريق بوردو يعني فريق محترف. نعم. نتيجة جد إيجابية، ولكن اصطدم يعني ما كان مشاش معاه الحظ في مباراة مازمبي وين كان يعني قادر يفوز بسهولة، خلق العديد والعديد من الفرص، أداء في المستوى وانهزم في آخر اللقاء بنتيجة هدف مقابل صفر، هذه النتيجة يعني نقصت شوية من معنوية الفريق ودخلته كشغل في مرحلة شك. والدليل أنه يعني في المباراة العودة لهنا يعني لقى صعوبات كبيرة بعد ما كان منهزم وعدل النتيجة يعني بصعوبة كبيرة،
وكما كان يقول الأخ لعيل ثاني أيضا عدد كبير من الإصابات يعني في فريق مولودية العاصمة أثرت عليه يعني في المباراة الثانية. هذه العوامل من شأنها أن يعني تمد كما نقول إحنا الأفضلية على فريق على فريق آخر. إذن الفريق الذي يكون يعني في يومه ويكون في يعني في كما نقول إحنا في أعلى مستوى هو الفريق اللي راح يفوز بالبطاقة الثانية إن شاء الله. تكون يعني البطاقة يعني الفريق الذي سيمثل الجزائر أحسن تمثيل ويذهب بعيدا في هذه المنافسة الإفريقية التي لها يعني أهمية كبيرة بالنسبة لي يعني الفرق الجزائرية. نطوي صفحة رابط الأبطال لننتقل إلى كأس الاتحاد الإفريقي، أين يتصدر اتحاد العاصمة مجموعته ولكن لم يحسم في يعني في تأهله 100% حظوظ فريق اتحاد العاصمة في هذه المنافسة التي يعول عليها للحصول على كأسها. شوف فيما يخص فريق اتحاد العاصمة أظن أنه مداير كهدف الفوز بكأس الكؤوس الإفريقية نظرا لأنه يعني حافظ على جو التعداد لعب على عامل الاستقرار، وكين يعني يقولوا في كرة القدم أنه أحسن انتداب هو المحافظة على التعداد. يعني الفريق لما يحافظ على التعداد تاعه تاع المواسم الماضية راح يربح الانسجام، راح يربح العديد من الأمور. المشكل اللي يقع فيه فريق اتحاد العاصمة أظن اختيار المدرب بعد ما تداول عديد الأسماء وبعد اتفاقات وتم يعني كما نقول احنا حتى استقر الأمر في الأخير على المدرب الفرنسي. وفريق تربص في تونس أجرى مباراتين انهزم باثنين مقابل صفر أمام الترجي التونسي والنادي الإفريقي على ما أظن، ثم ذهب وتربص في إفريقيا كسابقة يعني بالنسبة للفرق الجزائرية من أجل التحضير، وهذا يدل على أن الفريق أخذ بعين الاعتبار هذه الكأس. وبعدين اضطربت شوية تحضيرات ثم ذهب ليتربص أمام فريق اللي لعب معه الفريق اللي لعب معه مباراة الذهاب الفريق الرواندي، وفاز يعني بالنتيجة والأداء باثنين مقابل واحد. غير أنه يعني النقطة السلبية وتبقى يعني الأداء تاع الفريق اللي يبغى يفوز بهذه الكأس يجب أن يفوز بنتيجة بالنتائج والأداء في ميدانه. نتيجة الفريق الرواندي في ملعب البوليدا أدخلت الشك أيضا في فريق اتحاد العاصمة، ممكن يعني هذا النتيجة راح تأثر على الفريق رغم أنه تقريبا تأهل بصفة بنسبة كبيرة إلى الأدوار المتقدمة، ولكن هذه النتيجة ممكن يعني تخلي فريق الشك في نفوس وبالتالي خاصة أنه تنتظر منافسة شرسة مع بقية الفرق على غرار فريق فيتا كلوب وفريق فريق نهضة بركان وفريق بورسعيدي المصري اللي راهم هما يعني مرشحين بقوة للفوز، راهم يعني نتائجهم كلها يعني إيجابية سواء داخل يعني ميدانهم أو خارج الميدان. يعني المهمة ليس بالسهلة لفريق اتحاد العاصمة، إذا أراد الفوز بهذه الكأس يجب عليه التحضير جيدا وعدم صغار المنافسين والتحضير الجيد إن أراد أن يفوز بهذه الكأس. سي عبد الجليل، حظوظ اتحاد العاصمة في خضم هذه المعطيات ويعني دخول الشك في نفوس اللاعبين بعد يعني ما استصغر المنافس الرواندي. اولا لو نتكلم على فريق اتحاد العاصمه نظن الفريق هذا مهيكل جيدا، يعني فريق احترافي باتم معنى الكلمه، حتى احنا كنا تكلمنا خاصه المنافسات الافريقيه تحتاج الجانب اللوجستيكي عنده دور وعنده اهميه كبيره جدا، خاصه اتحاد العاصمه نتكلم عن الطاقم الفني، طاقم فني موسع، الطاقم الاداري ايضا طاقم اداري موسع، حتى الاداريين الموجودين في فريق اتحاد العاصمه عندهم الخبره الافريقيه، كيفيه التعامل البرمجه المباريات، كيفيه الحجز الفنادق، يعني كل هذه الاشياء فريق محترف. نعم
نعم كل هذه التفاصيل يعني الصغيرة عندها أدوار كبيرة خاصة فيما يخص المنافسات الإفريقية. وحنا تكلمنا دائما على الجانب الآخر البعيد الجانب الغير رياضي خاصة لما يتعلق الأمر بالمباريات داخل أدغال إفريقيا. ويعني كنا شفنا فريق يعني وفاق ستيف في سنة 2014 يعني الأشياء اللي حثت له أمام نادي تي بي مازامبي. نظن أنه الأفضلية لفريق اتحاد العاصمة نتمنى هي وجود عدد كبير من نوادي شمال إفريقيا. وكنا تكلمنا أنك لما تلعب في تونس أو في مصر أو في المغرب يعني على الأقل الجانب الرياضي يكون موجود يعني تلعب بأريحية، تبقى فقط الفريق اللي يكون عنده القوة ويكون محضر جيدا هو اللي ممكن يبرهن على أرضية الميدان. فريق اتحاد العاصمة نظن من ناحية التعداد ما شكوش فيها تعداد فريق اتحاد العاصمة، عنده تعداد ثري خاصة سواء اللاعبين اللي يلعبوا أو اللاعبين اللي موجودين في الاحتياط. هذا أول شيء. الجانب الثاني الفريق ما ابتعدش كثيرا عن المنافسة، يعني تقريبا بعد البطولة الوطنية بدأ مرحلة تحضيرات مبكرا، نسق موجود حتى في المباراة الأخيرة أمام الفريق الرواندي. حتى من ناحية البدنية الفريق يعني عنده حاضر. نعم كان حاضر، والدليل أنه سجل يعني الهدف تقريبا في الدقائق الأخيرة. حتى تغييرات المدرب يعني أتت بثمارها، هذا دليل على أنه عنده لاعبين اللي قدموا الإضافة كلاعبين احتياطيين. نظن أنه المدرب الآن يعني لما تجيب مدرب جديد في الفريق المدرب يحتاج يكون عنده وقت. نعم يحتاج وقت لمعرفة إمكانية اللاعبين، اللاعب اللي ممكن يقدم الإضافة كلاعب أساسي، اللاعب اللي قدم الإضافة كلاعب احتياطي، اللاعب اللي ممكن يحتاجه أيضا في التدريبات فقط، اللاعب اللي يحتاجه أيضا من جانب الانضباط. نظن أنه المدرب لحسن حظه حتى أنه الطاقم الفني اللي راه يعمل معه نظن أنه راح يقدم في الإضافة لهذا المدرب. والدليل قلنا أنه التغييرات اللي قام بها، حتى أنا يعني تفاجأت حتى اللاعب عبد الرحيم حمرة هذا اللي كان في فريق اتحاد العاصمة ثم الموسم الماضي كانت عنده إعارة لفريق دفاع تاجنانت، كان لاعب يلعب كلاعب وسط ميدان هجومي أيضا في المنتخب الوطني، يلعب كوسط دفاع نعم كوسط ميدان هجومي، ولكن لما شفته يلعب في المحور مع شافعي صراحة هنا لا حتى اللاعب يعني قدم أداء لا بأس به. هذا دليل على أن المدرب بدأ يعرف إمكانية اللاعبين، بدأ يوضع اللاعبين في مواقعهم وفي مواضعهم نعم في مواقعهم الحقيقية. أظن أنه فريق اتحاد العاصمة لو يسير يعني مبارياته حتى أنه مباراة الأخيرة يعني أنا أظن أنه استصغر الخصم لما فاز في مباراة الذهاب، نظن أنه كان يتوقع أن مباراة الإياب راح تكون سهلة، ولكن نظن فريق الرواندي كان فريق منظم من ناحية الدفاعية، يعني عنده لاعبين اللي عندهم قامات طويلة. نظن لما كان متكتل في الخلف يعني خلق صعوبات لفريق الاتحاد العاصمة. نظن لحسن حظه أنه عنده لاعبين صغار، عنده لاعبين شبان اللي عندهم الريتم المنافسة. نظن أنه المدرب أيضا نعود نتكلم على التغيير لأنه الهدف جاء بعد التغيير، حتى اللاعب حامية لما دخل في الوقت المناسب وسجل هدف الوقت المناسب، ولحسن حظ فريق اتحاد العاصمة أنه حقق تعادل، لأنه لا قدر الله لو خسر المباراة كانت أمور المجموعة هذه راح تقلب يعني رأسا على عقب. ظن أنه لحسن حظه أنه الفريق عاد في النتيجة، والنتيجة التعادل يعني ما كانتش يعني مخيبة، ولكن لحسن حظه أنه ما انهزمش في المباراة. نطوي الصفحة الإفريقية لنتناول يعني كأس العرب في نسختها الجديدة مع يعني دخول الفرق الجزائرية المنافسة على غرار وفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية العاصمة. وفاق سطيف بدأ المنافسة بقوة وفاز خارج الديار بكرواتيا مع العين الإماراتي، وسيخوض كذلك لقاء العودة في زغرب بكرواتيا. هل ترى يعني أن قبول الوفاق اللعب المباريتين في زغرب هل هو يعني مؤشر إيجابي أو يعني فيها يعني شك أن يعني تنقلب الموازين على عقبيه؟ أظن يعني قبول يعني الفريق اللعب في مباراة الذهاب والإياب في كرواتيا كان بطلب من فريق العين الإماراتي الذي هو يتربص يعني بمدينة زغرب في كرواتيا. أظن هناك بين معيد ومعارض لفكرة اللعب، لأنه أو أحسن شيء أن الفريق يلعب بميدانه أمام جماهيره. نعم. لأنه الجمهور هو يعني روح الفريق. أظن يعني اللعب في كرواتيا يعني كان من أحسن ومن الأجدر أن الفريق يلعب لشتى مباراة الذهاب يلعب في كرواتيا، ولكن مباراة الإياب تلعب في ملعب 845. أما فيما يخص المنافسة ككل أظن أن الوفاق بدأ المنافسة بقوة بعد فوز يعني رغم الأداء الغير مقنع ورغم السفارية والتعب الشديد اللي كان يعني نال من اللاعبين،
إلا أنه عرف المدرب كيف يوظف اللاعبين وكيف يلعب بطريقة دفاعية والاستغلال الفراغات اللي تركها الخصم، يعني يسجل هدفين وفاز بمباراة تعتبر خارج الديار بنتيجة هدفين مقابل هدف. أظن الفريق في أحسن رواق يعني إلى المرور إلى الدور القادم. ومنافسة العربية الأخ فاروق لا تقل أهمية عن المنافسة الإفريقية، لأنها خاصة الجانب المالي، الجانب المالي يعني، والجانب الإعلامي والجانب كل الجوانب، حتى يعني الجانب التنظيمي من البنية التحتية يعني من نوعية الملاعب. كما كان يقول الأخ ذاك، كل الملاعب يعني تقريبا سواء في قارة آسيا في الخليج العربي أو في إفريقيا، كل الملاعب تلقاها يعني مشوشبة طبيعية، الملاعب كبيرة، حضور جماهيري، كاين لك الفرجة، كاين الفرق عريقة وكبيرة. إذن هي منافسة لا تقل أهمية على المنافسة الإفريقية، لأنها تشمل ولو أن الاتحاد الدولي لا يعترف بها. هذا هو يعني الجانب الوحيد سلبية. يعني النقطة الوحيدة السلبية، ولكن هي يعني من ناحية فرصة من ناحية المالية تصور يعني 6 مليون دولار حوالي 75 مليار يعني الفريق اللي يفوز بها تسيل ألعاب الفرق. الكثير من الفرق إضافة إلى مشاركة أحسن الأندية على المستوى يعني شمال إفريقيا، الفرق المغربية، الفرق الجزائرية، الفرق التونسية، الفرق المصرية، الفرق السودانية، إضافة إلى أحسن الفرق الموجودين بالآسيا، خاصة الفرق السعودية، النصر السعودي اللي هو فريق يعني محترف وفريق عريق. بعض الفرق العراقية جذب اللاعب أحمد موسى ب 28 مليون دولار. نعم. أحمد موسى اللاعب النيجيري، فرق تقريبا نعم. عندها يعني كل الإمكانيات، إمكانيات. منافسة مشوقة خاصة في الأدوار المتقدمة، وكل الفرق يعني مديرة هذا الكأس العربية كهدف، خاصة الفرق الجزائرية في ظل الأزمة المالية يعني اللي تعيشها بعض الفرق. وبالتالي يعني نتمنى يعني الفريق سواء مولودية العاصمة أو اتحاد العاصمة أو فريق وفاق سطيف الذهاب بعيدا، وراح يعني تكون الفرجة مضمونة في الأدوار المتقدمة في هذه المنافسة. وأنا أظن يعني ستقتصر المنافسة في الأدوار المتقدمة على فرق شمال إفريقيا زائد الفرق السعودية. إذن الفرق شمال إفريقيا تسيطر سواء على البطولة الإفريقية أو البطولة العربية، يعني منتظر جدا يعني دخول الفرق المصرية والمغربية والتونسية المنافسة على غرار فريق مولودية العاصمة واتحاد العاصمة كذلك اللي عندهم قاعدة شعبية واسعة، يعني الفرجة مضمونة ويعني جميع إمكانيات متوفرة لضمان يعني حضور جماهيري كبير. حتى فيما يخص أيضا النقل التلفزيوني للمباريات، نظن حتى متاح لأي مواطن عربي مشاهدة المباريات يعني بدون يعني ما يبحث عن قنوات يعني شفر. بدون احتكار. هذه أشياء كلها يعني أشياء إيجابية. كما كان يتكلم الشيخ الجانب المالي، نظن حتى لما عملية اختيار هذه النوادي شفنا يعني كلام كثير كان قيل، خاصة فيما يخص عملية اختيار النوادي الجزائرية، يعني تقريبا كل النوادي الجزائرية كانت حابة تشارك في هذه المنافسة في ظل الأزمة المالية. نعم في ظل الأزمة المالية أيضا، خاصة في ظل ربما حتى من ناحية المستوى النوادي الجزائرية لو تقارنها بالنوادي العربية والنوادي يعني فيه تكافؤ في المستوى، يعني عندها فرصة حتى من ناحية التنقلات لما تنقل إلى مصر أو إلى تونس أو إلى السعودية، مش كما تنقل إلى جنوب أفريقيا. نعم حتى الظروف نعم يعني كل هذه الأشياء يعني حفزت النوادي الجزائرية. نظن أنه يعني ما شكوش في النوادي الجزائرية، ولكن نظن أنه راح يعطيه لها أهمية أكبر من المنافسة الإفريقية، خاصة من الجانب المالي. هي فرصة أيضا لبعض اللاعبين، أيضا يعني شفنا مؤخرا أصبح وجهة اللاعبين الجزائريين هي الأندية الخليجية، ممكن تكون فرصة للنوادي الجزائرية للاستثمار في اللاعبين في تنقلات بعض اللاعبين لبعض النوادي السعودية أو الإماراتية أو القطرية اللي ممكن راح تمد دخل لهذه النوادي الجزائرية. وإحنا شفنا يعني بعض الفرق الجزائرية على غرار فريق اتحاد الحراش يعني اللي تقريبا كانت ميزانيته كلها من انتقال اللاعبين اللي كان يستثمر فيهم وينتقلوا إلى قطر أو إلى السعودية. نظن أنه هي فرصة أيضا للاعبين أو أيضا للمدربين للبروز أيضا والانتقال إلى هذه الأندية الخليجية، ربما لأن الجانب المالي هناك يعني عنده دور كبير جدا. يعني منافسة تسيل ألعاب الفرق الجزائرية، ولكن يعني اللعب على أربع جبهات بالنسبة لوفاق سطيف أو مولودية العاصمة واتحاد العاصمة، جبهة الكأس إفريقيا وجبهة الكأس العربية وكأس الجزائر والبطولة الوطنية، يعني رهان صعب
يعني هنا تحتاج عدد كبير من اللاعبين، وشفنا كما كان يتكلم الشيخ لما تشوف المولودية قام بانتدابات كبيرة، يعني انتدابات نوعية وكبيرة أيضا. لو تشوف يعني يحتاج 11 لاعب وثلاث تغييرات، ولكن عنده تقريب 24 لاعب بنفس المستوى. هنا تعرف أنه وضعين أهداف هي كأس كأس رابطة أبطال إفريقيا والكأس العربية. وهو شوف الأخ فاروق يعني أثرت نقطة مهمة ومهمة جدا، أظن يعني من الناحية الفنية هذا الشيء يساعد كثيرا الأندية الجزائرية وخاصة اللاعب المحلي الجزائري رفع من المستوى. لماذا؟ لأنه كثافة المباريات ونوعية المباريات، لأن سوف نشهد مباريات نارية يعني نارية، وبالتالي رايح يتطور مستوى اللاعب الجزائري. الفريق يلعب تقريبا مبارتين كل أسبوع من مستوى العالي، سواء في البطولة الوطنية أو كأس الجزائر أو الكأس العربية أو الكأس الإفريقية، وبالتالي سيتطور مستوى الفريق بصفة عامة، ويتطور مستوى اللاعب الذي كثافة المنافسة تطور اللاعب من ناحية البدنية ومن ناحية الفنية ومن ناحية التكتيكية ومن ناحية النفسية. نعم. يصبح عنده القدرة على تحمل عبء كثافة المباريات ونوعية المباريات، يعني مباريات الضغط، النتيجة، ضغط الجمهور، ضغط. شوف يعني انه نديروا اسقاط على لاعبي كأس العالم، يعني نعم. الفرق الذي ذهبت بعيدا على غير الفرق، فريق بلجيكا، فريق كرواتيا، فريق فرنسا، اللاعبين تاعو كلهم ينشطوا في أندية تلعب تقريبا 70 مباراة في الموسم. تلعب في البطولة الإنجليزية، تلعب في رابطة أبطال أوروبا، تلعب في الكأس، تلعب، يعني عندهم القدرة على تحمل كثافة المباريات ونوعية المباريات. هذا يعني من شأنه أنه يرفع مستوى اللاعب المحلي حتى يسمح له أنه يكون في الفريق الوطني ألف، لأنه اللاعب المحلي لو يكتفي بالمشاركة في البطولة الوطنية وفقط، يلعب مباراة كل أسبوع وتقريبا ثلاث أسابيع أربع أسابيع لا يلعب مباراة يعني تماما من أجل التأجيل أو تأخير المباريات، أظن هذا من شأنه، لأنه التدريب يبقى تدريب. أما المنافسة فهي التي ترفع من مستوى اللاعب. أظن هذه راح تخدم كثيرا كرة القدم الجزائرية، وخاصة تخدم اللاعب يعني من ناحية تطوير المستوى الفني تاعه، ويصبح اللاعب يعني قادر على الاحتراف وعلى الذهاب والتواجد في القائمة التي ستمثل المنتخب الجزائري في مختلف المنافسات. إن شاء الله هذه إن شاء الله تعود بالفائدة على المنتخب الجزائري وعلى كرة القدم الجزائرية. يعني هم أمس يعني الحاجة للرجوع إلى الواجهة الإفريقية والواجهة العالمية، من هذه البوابة ندخل للمنتخب الوطني الذي كان تعيين الناخب الوطني سيد جمال بلماضي بعد تقريبا 40 يوم من غياب أو شغور منصب الناخب الوطني، بعد يعني ذهاب سيد رابح مجار على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني. تم يعني تعاقد رسميا مع السيد جمال بلماضي اللي هو قائد المنتخب الوطني، اللي كان عنده يعني بصمة كبيرة، وكان كلاعب محترف في البطولة الفرنسية أثبت كفاءته، وكذلك مدرب كان يعني عنده يعني مشوار طيب، سواء في يعني الفرق اللي دربها، اللي حاز على بطولتين مع أخويا، وكذلك مع كأس سمو أو مع المنتخب القطري اللي دربه وحقق معه نتائج إيجابية. ألا ترى الأستاذ فيصل بأن خبرة بالماضي جمال المتواضعة يعني يستطيع رفع التحدي والذهاب بالمنتخب الوطني إلى كأس العالم وإلى كأس إفريقيا التي تنتظره مقابلة مهمة على بعد 4 أسابيع في غامبيا؟ والله أولا رغم أنه اختيار الناخب الوطني السيد جمال بلماضي جاء يعني كآخر اختيار من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ولكن أنا حسب رأيي المتواضع وحسب خبرتي المتواضعة أظن أنه الاختيار الأنسب كان من الأولى اختيار جمال بلماضي من الأول، لأنه له كل المواصفات بيكون يعني ناخب وطني. أولا لاعب سابق في الفريق الوطني، لاعب محترف في البطولة الفرنسية وكان لاعب يعني جيد. ثانيا له خبرة في الميادين
فما يقارب 10 سنوات، والناس يعني كاين بعض الأصوات تقول بأنه البطولة يعني القطرية هي بطولة عادية. لا، أظن أنه البطولة القطرية بطولة محترمة، وحتى مدرب كرواتيا كان قاد فريق إلى النهائي وخرج من البطولة، يعني كان مدرب العين الإماراتي، كان درب يعني في الخليج، وصل دور النهائي لكأس العالم. نعم، السن تاعو اللي يسمح له يعني بالتعامل مع اللاعبين، يعني كما نقول احنا تقريبا عامل السن يلعب دور، إضافة إلى الخبرة يعني اللي عنده كمدرب. وشوف يعني انا اظن انه نخليه السيد بالماضي يعمل ونعطيه يعني وقت كافي. تصور يعني الاتحاد الالماني منذ نشاه المنتخب الالماني استهلكوا 7 أو 8 مدربين على عقد من الزمن اكثر من 100 سنه. احنا يعني 50 أو 60 سنه استهلكنا تقريبا 50 مدرب. هذا هو المشكل يعني الاستقرار، يجب ان يكون هناك استقرار. وأظن يعني الخطوات التي سيتبعها حسب رأيي المتواضع السيد جمال بالماضي سوف يبقي على نواة الفريق. نعم. الذي شارك في 2014، لأنهم كاين بعض الأصوات يعني نادت وردم يعني دفنت هذا اللاعبين. نعم. وهم مازالوا شباب وراهم يلعبوا في أعتقد الأندية الأوروبية، يعني صح. على غرار اللاعب بن طالب، اللاعب غلام يعني لما يعود من الإصابة فغولي. فغولي مش من سهل أنك تلعب في فريق غلطة صار إلى فريق كبير. نعم. أظن يعيد نواة الفريق 2014، بالإضافة إلى تدعيم اللاعبين، تدعيم الفريق بلاعبين ينشطون في البطولة الأوروبية. نعم، مهم جدا. حسب رأيي لا مكان للاعب المحلي في الفريق الوطني حاليا. نعم. يعني بكل نقولها بكل تواضع وبلما يعني نمسوا باللاعب المحلي بالنسبة للمستوى البطولة تاعنا، حتى ويكون عنده موهبة وعنده مستوى لازم يروح ينشط. وش كنت نقول لك قبيل في المنافسة؟ نعم. لازم يروح ينشط في نادي أوروبي، المستوى المنافسة يكون نوعية المنافسة تكون عالية، وبالتالي يتأقلم مع المنافسات من نوع يعني المستوى العالي، وبعدين نجيبوه للفريق الوطني ويكون يعني عنده يعني أنا هذا حسب رأيي المتواضع. نعم. وبالتالي خلق زرع روح جديدة، تأطير جيد خاصة من الاتحاد. يجب أن الاتحاد أن يحمي هذا المدرب، يوفر له كل الظروف من تربصات، ما يكونش تدخل يعني في الصلاحيات، يخليه يختار التشكيلة هو المساعدين تاعه، يكون طاقم فني في المستوى وكل يعني موسع على ذكر موسع حتى الآن. يعني عملية كما نقول احنا المعد البدني عندها أهمية كبيرة، الاناليست المحضر الفيديو اللي ولا يعني طوندونس كبيرة في الفوتبول مودرن، يعني عنده أهمية كبيرة وكبيرة جيدة في معاينة اللقاءات. كاين أمور يعني يكون طاقم فني محترف بأتم معنى الكلمة، بالإضافة إلى العناصر اللي لازم تساعد الناخب اللي هي الصحافة خاصة. يجب أن يعني دعموه، يخليوه يعمل، يعطيه فرصة. وأظن أنه يعني أنا حسب رأيي المتواضع أتنبأ لي بالماضي النجاح، وحتى يعني الناس تقول على المدى الطويل. أنا أظن أنه بالماضي ستكون مشاركة الجزائر في كأس إفريقيا 2019 مشاركة جد إيجابية، وتذكر كلامي جيدا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تعيين جمال بالماضي يكون فاء الخير على المنتخب الوطني ويستعيد يعني بريقه الذي فقده ب يعني عدم المشاركة في كأس العالم اللي تبقى نقطة سوداء. والعودة يعني لجمال بالماضي، وكذلك رهانات كبيرة سي عبد الجليل، خاصة في وقت وجيز يعين طاقم الفني، وين كان صرح وقال باللي يعني في مفكرته يعني اختار محضر الحراس بوراس، وعنده يعني في المفكرة تاعو يعني به يكون مساعده يعني قلب دفاع المنتخب الوطني سابقا مجيد بوغرا، وكذلك تدعيم في وقت قصير لأن منافسة يعني الإفريقية تنتظره على بعد 4 أسابيع مقابلة غامبيا. ألا ترى يعني هذا الوقت الضيق غير مناسب للناخب الوطني يعني اللي يعني بدء المنافسة الإفريقية بقوة؟ اولا نظن المنافسه الان تصفيات كاس امم افريقيا يعني ما بقاتش بالصعوبه اللي كانت. اولا كاس افريقيا المقبله راح تلعب 24 منتخب، 2 منتخب الوطني ديجا فاز في المباراه الاولى امام منتخب طوغولي،
مباراة هذه أمام غامبيا المنتخب الغامبي صراحة ما هوش يعني اللي عنده إمكانيات المنتخب الوطني لو يكون المنتخب الوطني في أفضل أحواله، هذا شيء آخر. مباراة راح تلعب يعني نظن في الجزائر، يعني بإمكان المنتخب الوطني أنه يقدر يفوز في المباراة هذه. الشيء الإيجابي أيضا هو كأس أمم إفريقيا راح تلعب في شهر جوان، كأس يعني عنده الوقت أنه راح يحضر حتى بالنسبة للاعبين مع أنديتهم الأوروبية ما تكونش فيه مشاكل اللي كنا نشوفها في كأس أمم إفريقيا لما كانت تلعب في شهر جونفي والتحاق اللاعبين الأفارقة ببلدان يعني بمنتخباتهم ببلدانهم، يعني هذه اللي كان دائما يعني تخلي كلام كثير يقال خاصة بالنسبة للبطولات الأوروبية اللي تعرف قيمة اللاعب الإفريقي، وحنا شفنا اللاعب الإفريقي يعني خير مثال لما فعله مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم. نظن أنه منافسة كأس أمم إفريقيا في شهر جوان راح تكون عندها، خاصة لما نتكلم عن المنتخب الوطني الجزائري جنب بالماضي راح يكون عنده الوقت أنه يحضرها في أفضل الظروف، يكون عنده الوقت أيضا حتى اللاعبين لو لما يتعلق الأمر بفوزي غلام اللي راه يتكلموا عن إمكانية عودته في الملاعب راح تأخر، ولكن نظن أنه يعني من هنا إلى غاية شهر جوان راح يكون إن شاء الله في أفضل حالاته. ضرورة الآن تحدي هو إعادة روح المجموعة اللي كانت في وقت مضى للمنتخب الوطني، يعني هذا هو التحدي رقم واحد، لأنه كان في حديث عن الشقاقات نظن خاصة بين اللاعبين، نظن أنه هذا هو التحدي رقم واحد. اثنين، إعادة اللاعبين الشبان يعني اللي كانوا استبعدوا في المباريات الأخيرة على غرار محمد فارس اللي راح يكون ربما نشوف فيها أنا البديل لفوزي غلام على الجهة اليسرى، كذلك أبو دبوز اللي أيضا المستويات اللي راه قدمها مع ريال بيتيس في البطولة الإسبانية راح يفيد المنتخب الوطني. أدم والناس أيضا لاعب نادي نابولي، لاعب صغير في السن ممكن نبني عليه المنتخب للسنوات المقبلة. زفان أيضا على الجهة اليمنى اللي رانا نعانيه في الجهة اليمنى، ممكن عودته مع ناديه ممكن هذا الموسم مع مدرب جديد ممكن يثيق فيه، راح تكون فرصة لإبراز إمكانياته. ما نتكلمش على اللاعبين الآخرين بالناصر وعطال وابن سبعين، يظن هذه النواة هؤلاء الشبان هم اللي بإمكانهم أن يحضر بهم لكأس العالم 2022 اللي المدرب الوطني راح يتمنى أنه عنده حافز أنه راح تلعب في قطر، يريد العودة إلى قطر من بوابة المنتخب الوطني كما كان يتكلم الشيخ. الرغبة راهي موجودة لأنه عامل الشباب يعني موجود عند المدرب، يعني الرغبة أنه يبرز إمكانياته. يعني تدريب منتخب الوطني يعني ما هيش أمر سهل، ممكن الفرصة تجي مرة واحدة في العمر، ممكن جمال بالماضي راح يستغل هذا الأمر. تبقى عملية اختيار الطاقم الفني هو الشيء هو الرهان الكبير، لأنه الكفاءة يجب أن تكون موجودة. الكفاءة العلمية نتكلم، ما نتكلمش على الكفاءة كفاءة الميدان، لأنه الكفاءة العلمية تأتي قبل الميدان، لأنه الميدان عنا لاعبين يعني كثر اللي احترفوا في أوروبا، عنا لاعبين كثر اللي مارسوا كرة القدم، عنا لاعبين يعني كم كبير من لاعبين دوليين، ولكن الأفضلية الأولى هي للاعب اللي يكون عنده رصيد علمي اللي يقدر يفيد به النخب الوطني أو المنتخب الوطني. وهنا عبد جليل يعني قاطعك هنا نقول الرصيد العلمي والتحضير، وكذلك سي فيصل العلاقات. نعم، العلاقات اللي فشل فيها النخب الوطني القديم سيد رابح ماجير، التنسيق ما بين اللاعبين والحوار، خاصة وأن جمال بالماضي خريج المدرسة الفرنسية وخريج البطولة الفرنسية، وأغلب اللاعبين الجزائريين هم يعني خريجي المدرسة الفرنسية. هل هذا عامل سيساعد النخب الوطني الجديد جمال بالماضي لإحداث توازن؟